السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا سفي الله وابن أسيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علمي وسي رسول الله. السلام عليك أيها الداعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجاج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العين. السلام عليك يا سكينة الحين. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعقل حجته والصابتة باليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانتماء، والقرآن غضا بعد الاندراج. أشهد يا مولاي أنك أغمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده
أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر السعي إليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. والسلام علي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته، وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك والداعي إلى سبيلك، علم الهدى ومنار التقى ومعدن الحجاب ومأوى النهى وغيث الورى وسحاب الحكمة وبحر الموعظة ووارث الأئمة والشهيد على الأمة المعصوم المحبب والفاضل المقرب والمطهر من الرك الذي ورثته علم الكتاب وألهمته فصل الخطاب ونصبته علما لأهل غرتك وقرنت طاعته بطاعتك وفرضت مودته على جميع خليقتك. اللهم فكما أناب بحسن الإخلاص في توحيدك وأرضى من خاض في تشبيهك وحام عن أهل الإيمان بك، فسل يا رب علي صلاة يلحق بها محل الخاشعين ويعلو في الجنة بدرجة جده خاتم النبيين، وبلغه منا تحية والسلام، وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو فضل عظيم ومن جسيم. يا دائم يا ديم يا حي يا قيوم يا كاشف الكرب والهم ويا فارج الغم ويا باعث الرسول ويا صادق الوعد ويا حي لا إله إلا أنت، أتوسل إليك بحبيبك محمد ووصيه علي بن عمه وسهره على ابنته الذي ختمت بهما الشرائع وفتحت بهما التأويل والصلائل، فصل عليهما صلاة يشهد بها الأولون والآخرون وينجو بها الأولياء والصالحون. وأتوسل إليك بفاطمة الزهراء والدة الأئمة المهديين وسيدة نساء العالمين المشفعة في شيعة أولادها الطيبين،
فصل عليه صلاة دائمة أبد العابدين ودهر الظاهرين. وأتوسل إليك بالحسن الرضي الطاهر الزكي والحسين المظلوم المرضي البر السليم سيدي شباب أهل الجنة الإمامين الخيرين الطيبين السقيين النبيين الطاهرين الشهيدين المظلومين المغسولين فصل عليهما ما طلعت شمس وما غربت صلاة متوالية متتالية. وتوسل إليك بعلي بن الحسين سيد العابدين المحجوب من خوف الظالمين وبمحمد بن علي الباقر الطاهر النور الظاهر الإمامين السيدين مفتاحي البركات ومفتاحي الظلمات فصل عليهما ما سرى ليل وما أضاء نهار صلاة تغدو وتروح. وأتوسل إليك بجعفر بن محمد الصادق عن الله والناطق في علم الله وبموسى بن جعفر العبد الصالح في نفسه والوصي الناصر الإمامين الهاديين المهديين الوافيين الكافيين فصل عليهما ما سبح لك ملك وتحرك لك فلك صلاة ثم وتزيد ولا تفنى ولا تبيد. وأتوسل إليك بعلي بن موسى الرضا وبمحمد بن علي المرتضى الإمامين المطهرين المنتجبين فصل عليهما ما أضاء الصبح ودام الصلاة ترك فيهما إلى رضوانك في العلمين من جنانك وتوسل إليك بعلي بن محمد الراشد والحسن بن علي الهادي القائمين بأمر عبادك المختبرين بالمحن الهائلة والصابرين في الإحن المائلة فصل عليهما كفاء أجر الصابرين وإذا أثواب الفائزين صلاة تمهد لهم الرفعة
وأتوسل إليك يا ربي بإمامنا ومحبب زماننا اليوم المغني والشاهد المشهود والنور الأزهر والضيار الأنهار المنصور بالرعب والمغفر بالسعادة فصل عليه عدد الثمر وأوراق الشجر وأجزاء المدار وعدد الشعر والوبر وعدد ما أحاط به علمه وأحصاه كتابك صلاة يغبطه بها الأولون والآخرون اللهم واحشرنا في زمرتك واحفظنا على طاعتك واحرسنا بدولتك واتحفنا بولايتك وانصرنا على أعدائنا بعزتك واجعلنا يا رب من التوابين يا أرحم الراحمين اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عديدك فأمهلته بالصابغ علمك فيه وقد عشك وكفرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعوته في أبطار الناس فضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شأنه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مواهبه وقياساته واجعل دائرة السوء عليهم وابسط عدلك وأظهر دينك وقو أولياءك وأوهم أعداءك وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أوليائك وخلدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليه وموكلة به وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. You are listening to Voice of Stand Up.
the online radio of zainab.org, Zainab.org.